أكدت تقارير إعلامية أن إسرائيل غيرت من استراتيجيتها المتعلقة بالضربات ضد التواجد الإيراني وجماعة حزب الله اللبنانية في سوريا، واتجهت لضربات عنيفة وأكثر كثافة. ما قبل 7 من تشرين الأول أكتوبر الماضي وحرب غزة ليس كما بعده بالنسبة لاستراتيجية إسرائيل المتعلقة باستهداف التواجد الإيراني وجماعة حزب الله اللبناني في سوريا والتكتم الذي كان يحيط بتلك الاستهدافات من قبل تل أبيب. فإسرائيل تحولت إلى موجة غير مسبوقة من الضربات العنيفة في سوريا والتي تستهدف شاحنات بضائع وبنية تحتية وعناصر مشاركين في نقل أسلحة إيران إلى فصائل وجماعات تابعة لها بحسب ما نقلته وكالة رويترز عن مصادر مطلعة. المصادر ومن بينها مسؤول بقوات الحكومة السورية وقيادي في القوات المتحالفة معها قالت إن إسرائيل تنفذ حاليا غارات جوية أكثر فتكا وتواترا تستهدف عمليات نقل الأسلحة الإيرانية وأنظمة الدفاع الجوي في سوريا. وأوضحت المصادر أن إسرائيل تخلت عما أسمتها بقواعد اللعبة القائمة على التكتم بخصوص ضرباتها في سوريا في السنوات السابقة، ويبدو أنها لم تعد حذرة إزاء تكبيد جماعة حزب الله هناك خسائر فادحة، مشيرة إلى أن الغارات الإسرائيلية أدت خلال الأشهر الثلاثة الماضية إلى مقتل 19 عنصراً من حزب الله. وفي تطور يشير إلى مضي تل أبيب في هذه الاستراتيجية، أعلن الجيش الإسرائيلي الاثنين اغتيال شخصية محورية في حركة حماس قال إنها مسؤولة عن إطلاق الصواريخ من الأراضي السورية نحو إسرائيل، وذلك في بلدة بيت جن بريف دمشق الغربي عند الحدود مع الجولان المحتل، مهددا بمواصلة تلك الاستهدافات. وللنقاش أكثر حول هذا الموضوع من لوس أنجلوس وائل إسحاق، رئيس منظمة السلام في الشرق الأوسط الجديد. أهلا بك أستاذ وائل. يعني ضربات مكثفة وعنيفة ضد فصائل تابعة لإيران وجماعة حزب الله اللبناني في سوريا، ما هي الاستراتيجية الإسرائيلية الجديدة هناك؟ صباح الخير لكم ولجميع المشاهدين الأكارم. حقيقة بعد 7 من أكتوبر أصبح هناك قواعد اشتباك جديدة وضعتها إسرائيل للتصدي لميليشيات حزب الله والتصدي لحماس، ميليشيا حماس الإرهابية، وكذلك الميليشيات الإيرانية المتواجدة في كل من العراق ومن الحدود الشمالية في سوريا ولبنان. لذلك لم يعد يجدي الرد بالمثل أو ما وضع في قوانين الاشتباك أو قوانين اللعبة، والتي أصبحت لابد من إسرائيل أن تستعيد هيبتها في المنطقة وترد بحسب ما تعرضت له من خسائر فادحة بعد 7 من أكتوبر. نعم، يعني أستاذ وائل، يعني هل وضعت تل أبيب في حساباتها أن تلك الفصائل يمكن أن ترد بالمثل أو بتصعيد عسكري آخر داخل مناطق أو مستوطنات إسرائيلية؟ أعتقد بأن الميليشيات الإيرانية في المنطقة كانت في السابق هي من تجر أو تحاول أن تجر إسرائيل إلى مواجهات، لكن أكاد أجزم الآن بأن إسرائيل تحاول جر هذه الميليشيات وحزب الله إلى مواجهة مفتوحة كي لا تتكرر حادثة 7 من أكتوبر. إسرائيل الآن تريد أن تعطي الأمان لمواطنيها، والجميع يعلم سيدي الكريم بأن عشرات الآلاف من المواطنين الإسرائيل في شمال الدولة قد أخلوا منازلهم، وهذا الوضع لا يمكن أن يستمر طالما هنالك تهديد إلى المواطنين الإسرائيل، ولا يمكن أن تصبر إسرائيل كثيرا على هذه الأمر الواقع الذي تم فرضه عليها، ولذلك تريد أن تنهي هذه المشكلة ولا تريد أن تتعرض إلى 7 أكتوبر آخر قد يحدث في أي لحظة من الحدود الشمالية. لكن أستاذ وائل، يعني ألا تحتاج إسرائيل اليوم أن تخرج من مأزق حرب غزة كما تشير يعني معظم وسائل الإعلام الإسرائيلية
لكي تفتح جبهات أخرى مع هذه الفصائل أو هذه الجماعات. يعني اليوم فتح جبهات أخرى قد لا يكون في صالح إسرائيل، خاصة وأنها يعني بحسب معظم التقارير حتى الإسرائيلية منها تعاني أزمة في الحرب بقطاع غزة. علينا أن نأخذ الصورة الأخرى للمشهد سيدي الكريم. إسرائيل بعد 7 أكتوبر هي هذه الحرب فرضت على إسرائيل، لكن إسرائيل لا تريد تكرارها. أما عن موضوع أنها هل تستطيع المواجهة، أعلن الجيش الإسرائيلي منذ بداية المواجهات بأنه استدعى مئات آلاف الاحتياط، قد وصل العدد إلى 400,000 من جنود الاحتياط التي استدعتهم إسرائيل لتحسبا لمثل هذه المواجهات. وفي الآونة الأخيرة خلال 3 أيام الأخيرة قد أعلن المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي بأن الجبهة الشمالية هي منفصلة تماما عن الجبهة الجنوبية، والتعزيزات كلها بحسب الخطة الموضوعة لمواجهة كبيرة. حقيقة المواجهة جميع المؤشرات تدل بأن إسرائيل متجهزة لجبهة شمالية قد تكون مع حزب الله في لبنان ومع الميليشيات في سوريا أيضا، وربما في الضفة الغربية أيضا. نعم أستاذ وائل، يعني أنت تعلم أن هذه الفصائل مرتبطة يعني بإيران والجميع يعلم ذلك. يعني اليوم نتحدث عن حرب طاحنة تدور في غزة، نتحدث عن استهدافات من قبل الحوثيين في منطقة البحر الأحمر، نتحدث عن هجمات من قبل الفصائل العراقية واليوم فصائل إيرانية وجماعة حزب الله في سوريا ولبنان والعراق. يعني إذا وجدت هذه الأطراف نفسها مضطرة لخوض معركة مفتوحة مع إسرائيل، ألا يهدد ذلك بحرب شاملة في منطقة الشرق الأوسط؟ دون أدنى شك الحرب الشاملة هي الآن قيد الحسبان، والجميع يعرف عندما أرسلت الولايات المتحدة حاملات طائرات وبضع فرقاطات عسكرية إلى البحر المتوسط تحسبا لاندلاع أو لتوسيع رقعة الحرب في المنطقة، عادت لسحب بعض منها. صحيح، عادت وسحبت، أعتقد هي سياسة حرب. وكما ذكرت في البداية أنا أعتقد بأن الولايات المتحدة وإسرائيل الحليفين الحميمين حقيقة يريدون جر حزب الله والميليشيات الإيرانية إلى مواجهة ينتهي فيها الصراع في الشرق الأوسط مرة واحدة وإلى الأبد. يعني إذا أخذنا هجوم 7 أكتوبر في عين الاعتبار أو في الحسبان، يعني هذا الهجوم كلف إسرائيل خلال ساعات يعني شكل ما يمثل ضربة أمنية وعسكرية لإسرائيل. يعني ما مدى استعدادها اليوم لفتح جبهات متعددة؟ سيدي الكريم، علينا أن نرى من زاوية إسرائيلية إذا أردنا أن نحلل المشهد بواقعية. نعم. إسرائيل الآن أنا أعتقد أنها أمام حرب وجودية بكل ما تعني الكلمة من معنى، أي تساهل أو أي تغاضي عن أي رد في هذه المرحلة يهدد الأمن القومي الإسرائيلي بشكل مباشر. إسرائيل خسرت تقريبا أكثر من 2000 مدني خلال هذه المواجهات وخلال بضع ساعات فقط. إذا لم ترد بالحجم الذي يشكل ردع للمستقبل، ستكون إسرائيل في مواجهة خطر على أمنها بشكل مباشر. لذلك حتى لو خسرت أو قادرة، أنا أعتقد أن إسرائيل الآن قادرة على تحمل الخسائر التي لابد أن يتحملها أي جيش يخوض أي معركة، فهي الآن قادرة على تحمل هذه الخسائر، لأن كما ذكرت هي حرب أصبحت حرب وجودية ولا يمكن التساهل فيها على الإطلاق. عن انزلاق إلى مثل هكذا مواجهة اليوم كما قلت قد يشعل المنطقة، أي من دول المنطقة اليوم قد تكون ربما مؤهلة أو مهيئة أو مرشحة للانخراط في هذه الحرب؟ إذا أردنا أن نحلل المشهد بشكل مفصل، أنا أعتقد بأن الحرب أو المواجهات التي حصلت في 7 أكتوبر هي مفتعل من قبل إيران. وحقيقة الحرس الثوري صرح بذلك علانية على لسان رئيس الحزب، عفوا رئيس الحرس الثوري الإيراني.
وبالتالي إسرائيل أرادت هذه المواجهة دائما وأبدا. نعرف أن إيران غير قادرة على المواجهة على أراضيها ولديها كل الوسائل لذلك، وهي أزرعها المنتشرة في ما يسمى الهلال الشيعي بين قوسين. فهي نقلت الحرب، هي كانت تستشعر حرب قريبة قادمة بسبب ملفها النووي وبسبب حالة عدم الاستقرار التي دائما تغذيها وتؤججها في المنطقة، ولذلك استبقت الأمور بحرب في غزة. وكذلك بعد حرب غزة أعطت أوامرها لميليشيا الحوثي، والجميع يعلم بأن الحوثي لا يتصرف من تلقاء نفسه، لمهاجمة السفن ولمهاجمة الاستقرار التجاري العالمي في المنطقة من خلال مهاجمة السفن في البحر الأحمر وبضيق باب المندب. والآن أعتقد أن المرحلة الأخيرة لإيران لم يبقى بيدها إلا ورقة حزب الله والميليشيات الإيرانية في سوريا، وبالتالي أعتقد المواجهة ستكون في سوريا بالتحديد بالجنوب السوري، وربما للأسف في شمال شرق سوريا أيضا، وبكل تأكيد الحدود اللبنانية. يعني أستاذ وائل، وبالتالي قد تندلع مواجهة قد تفوق حرب 6 حزيران 2006. نعم، يعني تحدثت عن نقطة مهمة، حصر المعركة في الأراضي السورية، رغم أن سوريا يعني لا تعتبر هي الساحة المناسبة لهكذا حرب، لأنها أساسا هي تعاني من حرب مستمرة منذ أكثر من 12 عاما، لكن مجرد حصر نطاق الحرب ضمن الأراضي السورية أو حتى اللبنانية، ألا يعد ذلك يعني مثابة نصر مسبق لإيران أن أراضيها بعيدة عن ساحة هذه الحرب، بينما إسرائيل يعني تقع في مركز دائرة لأطراف كثيرة موالية أو تابعة أو متحالفة مع إيران؟ إيران تستطيع أن تبدأ أي حرب حقيقة، لكن وبالتالي لا يوجد ساحة مناسبة لأي حرب. سيدي الكريم، إيران تستطيع أن تبدأ الحرب حقيقة من خلال ميليشياتها في كل من اليمن ولبنان وسوريا والعراق وأي منطقة أخرى يوجد ميليشيات لهذه الدولة، لكن أعتقد إذا بدأت الحرب وتوسعت الرقعة وخرجت عن السيطرة سيتم استهداف إيران والعمق الإيراني بشكل مباشر. والجميع يعرف الملف الإيراني الآن أصبح يشكل قلق بالغ حتى للدول الأوروبية التي كانت معتدلة في خطابها مع إيران. أعتقد أن الحرب قد تتوسع كما ذكرت سيدي الكريم إلى الداخل الإيراني، ويتم استهداف عدة أهداف إيرانية تم وضعها منذ فترة حقيقة، منذ زمن دونالد ترامب الإدارة الأمريكية السابقة. نعم أستاذ وائل، يعني ما هي الخطوات التي يمكن أن تتخذ أو يجب أن تتخذ لوقف اندلاع مواجهة شاملة تشعل منطقة الشرق الأوسط ولم تتخذ بعد؟ مع الأسف لا أرى أي إمكانية لتفادي هذه الحرب القادمة. هناك احتمالين فقط، إما حزب الله والميليشيات الإيرانية يسلموا أسلحتهم وينفذوا القوانين الدولية 1701 أو أن حزب الله، وطبعا حزب الله غير قادر على هذا لأن بمجرد تسليم سلاحه وتطبيق القرار 1701 يعد نهاية لهذا الحزب في لبنان، وبالتالي إيران أيضا لن تسمح بإنهاء هذه الميليشيات لأن إنهاء هذه الميليشيات هو قطع أزرع إيران وفقدانها أي ورقة تفاوض فيما بعد. وبالتالي مع الأسف إنني أرى الحرب والمواجهة لا بديل عنها. يعني نأمل صراحة خلاف ذلك وأن يعم السلام والاستقرار في هذه المنطقة جميعا. من لوس أنجلوس وائل إسحاق، رئيس منظمة السلام في الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات.